ثروات مهدورة في العراق تسيطر عليها إيران شيئاً فشيئاً من خلال تقوية نفوذها وحدودها الطويلة المشتركة مع بلاد الرافدين. العراق الذي يعتاش على روافده جفت ينابيعه بسبب قلة الأمطار، وهذا حكم الطبيعة على أي حال، ولكن الأهم بسبب السدود الإيرانية التي شيدت على روافد النهر وحجزت المياه خلفها وحولت مجرى النهر. مسؤولون عراقيون أبدوا قلقاً بالغاً من هذا الانخفاض الذي تسبب في تراجع إنتاج الكهرباء ب30% إلى جانب تضرر الزراعة في مناطق من محافظة ديالى التي تعتمد على هذا الرافد الذي يصل إليها بعد رحلة المنبع في إيران، يغذي خلالها سد دربندخان في محافظة السليمانية في إقليم كردستان قبل أن يواصل مساره إلى محافظة ديالى الزراعية. لكن ما يصل إلى ديالى قطرة في محيط بعد أن تراجع المنسوب بحدود 7 أمتار وخمسين سنتيمتراً بين العام الماضي وهذا العام، ما اعتبر انخفاضاً غير مسبوق منذ بناء سد دربندخان قبل 60 عاماً. وعلى إثر انقطاع هذا الرافد تم استبعاد محافظة ديالى من الخطة الزراعية نتيجة قطع الروافد المائية من الجانب الإيراني. وزير الموارد المائية العراقي لوح إثر هذا التدهور إلى تقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، فيما تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق الذي يعتمد عليها لتأمين ثلث استهلاكه من الغاز والكهرباء. سمح السيد العربية.